يعني بما انه مقبلين على فصل خريف وشتويه، في ناس بتحب انه لما هيك يقلب الطقس ونفوت بقى هيك باجواء الشتويه يعمل شويه هيك تحضيرات او تغييرات خلينا نقول بديكور البيت عندهم لحتى ينتقلوا بقى من الصيف للشتوي، نحس انه هيك في شيء تغير. يعني كل سنه البعض اكيد بيحاولوا انه يعملوا مثل ما خبرناكم بعض الاضافات او اللمسات لحتى نغير هيك الجو شوي، صح؟ ومعقول شو اسعدتيني بهالخبريه يعني، ومعقول ذكرتيني بقصه السجاد وفرد السجاد هلا على جيت الشتويه. طبعا من سنه لسنه تتغير الالوان والديكورات وديكورات المفروشات، لهيك بيكون يعني عندنا فضول لحتى نعرف ونتعرف على الجديد بعالم الديكور الداخلي للبيت، وخاصه الاشخاص المقبلين على الزواج مثل بعض جماعات العادية الجمعين. هيك كتير هي متحمسة بس بعدين رح يخف الحماس أكيد، خاصة وقت واحد بيكون عم يفرش بيته جديد. اليوم رح نتعرف على كل التفاصيل اللي بتتعلق بالديكور الداخلي مع المهندس خالد نصر. صباح الخير خالد، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك خالد، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. يا سلام، إن شاء الله هيك يعني على خير يا رب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. طيب هلا احنا حنروح هيك لامور الشتويه، بس بدايه خلينا هيك ناخذ فكره عامه نحن ومشاهدينا على اخر صيحات الديكور اللي عم بتكون حاليا يعني رائجه. هلا هو لهالسنه بالنسبه للمفروشات عم يضل الخط مثل ما هو مودرن، القطع المفروشات اللي عم تكون حجمها صغير نوعا ما، واللي ستايل عم يكون مودرن اكثر شيء، بس بالخريف ممكن نحن نضيف قطعه مفروشات واحده تكون فينتج، فينتج يعني هي تكون كلاسيكيه بس مو اللي الكلاسيكيه كثير اللي هي الحفر والستيل وكذا، بتكون يعني فينا نقول معتقه شوي لون الخشب تبعها، بتعطي هذا الشعور الخريفي. تمام. طيب هلا نحن رايحين يعني بعد الخريف، لسه هلا كم يوم ثانيات بنلاقي انه بلشت الشتويه والبردات ولازم بقى نقعد ونكنكن بالبيت. صحيح. خلينا نحكي خالد غرفه غرفه. تمام. شو ممكن غير هيك تغييرات كثير بسيطة، ما بدنا نقول تغييرات كبيرة، مثل ما بنعرف انه الأسعار كثير عم بتكون غالية. تمام. وما خرج والله انا كل ما من صيف للشتاء اقعد اشتري اشياء جديدة، حركة بسيطة ممكن تحسسني بهالنوع هيك من الحميمية بالشتاء. هلا بالنسبة فينا نقول أهم فراغ هو اللي نحن بنستخدمه كثير ببيوتنا اللي هو غرفة الجلوس والصالون. تمام. هلا عم يكون في عناصر ديكور بتعطيني هذا الشعور الشتوي، مثل انا فيني استبدل مثلا المزهريه اللي عندي، بدل ما احط فيها ورود فيني احط فيها اغصان يابسه ملونه، فيني احط فيها سنابل قمح. هلا عم يكون التوجه مثلا لعناصر الاضاءه تكون منسوجات، بنلاقيها كثير موجوده عندنا بالاسواق واسعارها معقوله. الاضاءه كمان فينا نحط عناصر اضاءه تكون خشبيه، كمان عم يكونوا عم يعطوا هذا الشعور. فيني غير الوان الاضاءه اللي عندي، استخدم الدرجات الشمسيه اللي مايله للصفار وللاورانج اكثر، بتعطيني هذا الشعور الدافئ او صح. الحميمي بالفراغات. فعلا يعني جد الضوء الله شو بيلعب دور، يعني الضوء الازرق خلينا نقول او الابيض مثل يعني ما يقال، هو بتحسه كي بيوتر تماما. بصحصح كثير، بصحصح زياده عن اللزوم. كنا عم نحكي بموضوع يعني موضوع السجاد، وانت شكلك يعني ما بحب كثير خالد السجاد. ما كثير بحبه الاول. تمام، بس كنت عم تخبرني انه يعني لساتنا نحن متمسكين بفكره السجاده اللي هي لازم تكون العجمي واللي هيك لها كثير، ما بعرف شو دول بنسميه، الخيوط وهالحركات، وايه بتحسها هيك ثقيله يعني، كانت يمكن قبل ايه لها وقتها ولها صداها، اليوم صار لا يمكن في امور ثانيه فينا نستبدلها، شغلات هيك الطف انعم عم بتكون، خبرنا عن هالموضوع. هلا اول شيء بالنسبه لموضوع السجاد انه نحن للاسف بنروح بنجيب سجاده على قد الغرفه كلها. صح. وهذا الشيء غلط. عشان ندفع. هي لها طرق بالتوزيع بتبين معنا هلا بالصور، انه شو الشيء اللي نعمله وشو الشيء اللي ما نعمله، هي لازم تكون محصوره ضمن الفراغ. صح. مو خارج حدود الفراغ، يعني انا لازم يكون حدود ال يعني غرفة الجلوس تماما، يعني الكنبة اللي عندي او الكاوتشز تكون على حدودهم وصلانه، مو لبعض. لا نحن اذا الكنباية ما اجت فوق السجادة بيمشي ايه ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال ابدا. والسجاد هلا يلي يعني القديم اللي نحن بنستخدمه عندنا، اللي بنقول مثل ما تفضلتي النقشات العجمي الايراني كذا، هدول لانهم معجقين كثير، هلا هن لهم جماليتهم، بس اذا انا عندي بيت كثير كبير ممكن استخدمهم. بس اما بالنسبه لغالبيه البيوت اللي عندنا المساحات الصغيره، فلا يفضل انا استخدم موكيت من الالوان اللي دارجه ترند لفصل الخريف لهي السنه،
او ممكن استخدم راقيه اللي هي البسط اللي بتجي خفيفه. صح. والنقشه اللي دارجه لموسم الخريف هاي السنه هي التشيكرد او الشطرنجيه. حلو، يعني في شيء مختلف عن السنوات اللي قبل. كان يمكن قبل السامبل الساده كثير اجت فتره هيك درج، انه لانه في حركه بالصالون فانه لا بختار الموكيت تكون ساده اكثر. هالمره لا تماماً. مختلف هو على حسب، لانه اذا كان عندك الفرش عندك مودرن وخفيف ممكن نستخدم هي التشيكرد، بس مثل ما تفضلتي لا لسه فينا نحن نستخدم موكيت يكون لون واحد او فيه حركه بسيطه جدا اروق للعين. تماما، من الالوان الدارجه اللي هي بتكون خريفيه وبتكمل معنا. طيب. غالبا كمان خالد في فكره، في كثير عالم بغيروا المخدات تبع طقم الكنبات، شو انا ما غير كل طقم الكنبات او ارجع نجده من جديد، بغير المخدات بيكون في منه شيء هيك روح شتوي يعني. تماما، لسه دارجه هي القصص؟ طبعا، هلا هي فكره صائبه بحيث انه ما اتكلف كثير. يعني فيني انا الاقمشه اللي استخدمها فيني اعملها مثلا صوفيات، فيني اعملهم جوخ شاموا، وتكون الالوان تبعهم مناسبه للطقم اللي انا عندي والدرجات الخريفيه. تمام. طيب لكل حدا عم يتابعنا اليوم عم يفرش بيته عن جديد، هدول بقى بدهم يجيبوا من اول وجديد ويرتبوا يعني البيت بحيث انه يكون حاسس سؤال شخصي يعني وانا شخصي وعام. طيب بدي احكي لك شيء باعتبار شخصي، فانا عن جد اليوم لما الواحد عم بيشوف فطلعنا من فكرة إنه الألوان أو الكنباية لازم تكون هيك كلها روح واحدة، بتلاقي لا لو أنت مثلاً فيك تجيب كنباية لون مثلاً معين والتشير أو السكشن السكشنال أو هذول تبع الاثنين اللي بيقعدوا علي الكنباية الثانية ممكن لا تجيبها أنت لون يكون عن جد عكس اللون الثاني. فهو فعلا نحن متجهين بهذا الاتجاه، اي حدا حابب يفرش هيك يروح يكون جريء بالالوان، ولا شو رايك؟ هلا هو على العموم النصيحه انه يكون الفرش مثل ما قلنا مودرن وقطعه صغيره ومريح تماما. وفينا نحن طبعا مثل ما قلتي يكون انا عندي كاوتش وعندي مثلا كنبايتين مفارد. تمام. حاول اختار الموديل اللي اقدر غير السكن او الكفرز تبعه مشان انا اقدر يكون عندي مثلا طقم صيفي طقم شتوي طقم خريفي. تمام. أوكي. وفيني اعمل مثل ما تفضلت مثلا هلا نحن عندنا بفصل الخريف اللون اللي عم نستخدمه لنعمل فيه كونتراست بسيط هي درجات الاورانج اللي الاشباع اللوني تبعها خفيف. أوكي. او مايله للكراميل. تمام. حلو الفكره كثير. ما يمكن مثل ما اي عم تفكر كمان مثلا انا من الاشخاص بفكر انه صح في شغلات هيك مختلفه ومودرن وانه مثلا اعمل الوان كثير فيها كونتراست، ولكن بنفس الوقت بفكر انه انا بعد سنه بعد سنتين رح مل من تماما. هذا الشيء، فبيك بحس انه لازم الواحد يروح على السامبل وعلى الساده اكثر ويغير فيهم حركات بسيطه. بالشتويه الموجود وما رح نغيره مبدئيا ما خرج السجاد العجمي القديم موجود باغلبيه بيوت اهالينا، وقت اللي مد السجاد بتحس صار المكان اضيق بالشتويه، بتحس انه صغر الصالون صغرت اوضه القعده، شو فينا نعمل لحتى نحن ما نحس بهي الضيقه؟ يعني ممكن نحن نصغر بحجم الفتيات يلي موجودين ولا شو نعمل؟ هلا مثل ما ذكرت سابقا نحاول قدر الامكان انه يعني مثل ما بيقولوا اضعف الايمان، ما حنغير الفرش بس خلينا نغير حجم هالسجاده اللي عندنا اياها يكون صح، تكون الوانها صح. يعني سهل مثلا انه نحن نقيم هالسجاده نحط بدالها قطعه موكيت تكون الوانها مناسبه بس للفرش اللي عندنا. صعب نغير فرش البيت. تماما، صعب نغير فرش البيت، والا هو اذا عندي انا بالاساس غلط. يعني هي نصيحه مو لفصل الخريف، هي نصيحه عامه انه انا بالاساس وقت بدي افرش البيت تبعي ادرس تماما حجم المفروشات بحيث يلائم المساحه اللي عندي مشان انا ما واجه هاي المشاكل لا مع سجاد ولا مع اي نوع ثاني من الديكورات اللي ممكن اعمله. ممكن مثلا غير بلون الجدران اذا بقدر، اذا في امكانيه ممكن اعمل شويه خدع بصريه عندي بالغرفه، مثلا ضيف مرايا بتعطي مساحه كثير كبيره. ممكن اعمل كونتراست باحد الجدران بحيث يعطيني لما بدخل للغرفة يعطيني نوع من شعور الاتساع فيها للغرفة. بعد يمكن تماما أكثر. يعطيني بعد أكثر، بس أكثر من هيك ما فينا. يعني إذا ما في إمكانية نغير بيكون هو المشكلة من الفرش بالأساس أو من السجادة. عن جد يعني هيك أخذنا كم معلومة عن جد حلوين ولأي حدا، وهي التغييرات مثل ما قلنا ما ضروري تعمل تغيير الجذري، لا تفاصيل صغيرة عن جد
يعني اول شيء الواحد هيك بحس حاله نفسيته مرتاح. عن جد ممكن ترتاح انه اه اوكي عملنا شيء تغيرنا شيء بنفس الوقت يعني نكسر روتين. تمام نكسر روتين باضافات بسيطه. شكرا كثير لوجودك معنا. عفوا الله يعطيك العافيه. وبانتظارك يعني هيك ان شاء الله بيكون في بقى فقرات ثانيه قصص ثانيه بدنا نحكي للي بده يفرش من جديد ان شاء الله. بدك تعمل لنا فقره كامله بنفرد حلقه مشانك. شكرا كثير لك. الله يعطيك العافيه.